فائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية المشتركين ومثيرة. من تفتتح الصدارة والمركز الأول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن قميص لينيبي في التضمير في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. مشاهدينا الكرام بهذا الأداء المميز والجميل المركز الثالث تنطلق هنا على ثاني المراكز. المركز الثاني والوصول هنا من حيلة من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وعلى المركز الثالث لوضيحية من هجنة الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. وعلى المركز الرابع تصل هنا أيضا نشبة من هجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي في التضمير. من تأتينا رابعا وفي المركز الخامس النصيبة لسمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي في التضمير. من ينطلق على المركز الخامس. المركز السادس والانطلاقة على سادس المراكز من الهدة من هجن الرئاسة عيسى بن سعيد الخيلي في تضميرها. وعلى المركز السابع الذهبة من هجن الرئاسة بقيادة سعيد بن حمد بن دري الفلاحي في التضمير بهذا الانطلاق الجميل وتحدي. وثامن مراكزنا تأتينا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فهد بن حصين النعيمي في تضميرها. من تنطلق بهذا الأداء على ثامن المراكز. وفي المركز التاسع والمنطلقة هنا السلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير. وعلى المركز العاشر والمنطلقة أمجاد هنا من الجانب الآخر من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي في تضميرها. من تأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى دعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى حيلة. من سيطرت على زمام الأمور سيطرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. حيلة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. من تنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. مثيرة تأتينا على ثاني المراكز لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة هنا المضمر الزعيم محفوظ بن قميص لينيبي المنطلق على المركز الثاني. والوضيحية على ثالث المراكز لهجن الشحانية. ولكن الله هي القدوم من النصيبة هنا. من تدخلت في هذه اللحظات لسمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن قلبان بن صايغ المزروعي في تضمير النصيبة هنا. من انطلقت على المركز الثالث. وفي المركز الرابع الوصول على رابع المراكز هنا من هجن الرئاسة القادمة الذهيبة بقيادة الجري سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. وعلى المركز الرابع الهدة خامسا عفوا من هجن الرئاسة عيسى بن سعيد لقيلي في التضمير. الهدة على خامس المراكز. وفي المركز السادس الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة فهد بن حصين النعيمي بهذا الانطلاق المميز والجميل والتحدي والإثارة. السابع المراكز أمجاد من الجانب الآخر هناك. ولكن أرى التسلل والقادمة هنا النصيبة. أول ندى للنصيبة هنا المنطلقة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن مروشد المنطلق مع النصيبة
في هذا الأداء المميز والجميل بهذه التحديات الجميلة. مشاهدينا الكرام، أمجاد من الجانب الآخر، أمجاد من هجن الرئاسة بقيادة المضمر السيد عيسى بن أحمد بن مايد لخيالي والمنطلقة سلام. سلام أيضا قادمة بهذا التحدي والإثارة. مشاهدينا الكرام، سلام بهذه الانطلاقات الجميلة هنا، سلام بهذا الأداء لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ونشبة نشبة أيضا تتسلل هنا أيضا من هجنة هنا أيضا الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد لخيالي وعاشر المراكز والمنطلقة. حفلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحد الشباب المضمرين عبد الله بن ثعلب الهايري بهذا الانطلاق المميز والجميل. نعود مشاهدينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز والجميل. هناك حيلة، حيلة حيلة على الصدارة، حيلة على المقدمة، حيلة وما فيها حيلة حتى اللحظة على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق دائما وأبدا من هجن العاصفة وانطلاقاتها. الكيل الأخير افتتحنا أبوابه مشاهدينا ومتابعينا الكرام بقيادة حيلة على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني ووصلت الهدة على المركز الثاني من هجم الرئاسة مع عيسى بن سعيد لخيالي بهذا الانطلاق على المركز الثاني. وفي المركز الثالث النصيبة، النصيبة هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن مروشد في التضمير من تنطلق على المركز الثاني والمركز الثالث. أمجاد قادمة على ثالث المراكز، أمجاد قادمة من هجم الرئاسة بقيادة هنا المضمر سيد عيسى بن أحمد بن مايد لخيالي. ولكن أعود الهدة انهدت على صدارة، انهدت على المقدمة وعلى المركز الأول. الهدة هنا من انطلقت لهجم الرئاسة بقيادة عيسى بن سعيد لخيالي. وما يحتاج يا عيسى، ما يحتاج يا عيسى هنا على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. تهانينا لأبو سلطان على هذا الفوز الجميل، على فوز الهدة بالمركز الأول. تهانينا وناموس هجم الرئاسة، تهانينا لأبو سلطان عيسى بن سعيد الخيالي على هذا الفوز المميز. حيلة في المركز الثاني هنا لهجم العاصفة. المركز الثالث وصلت النصيبة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الرابع أمجاد من وصلت لهجم الرئاسة. وفي المركز الخامس الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم من وصلت على المركز الخامس. والتوقيت الزمني ولحظة وصول الهدة إلى خط النهاية معلنها الفوز والناموس. قاطعة المسافة 6 كيلومترات في 9 دقائق 11 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا وناموس هجن الرئاسة، تهانينا لعيسى بن سعيد الخيالي على هذا الفوز الجميل. شكرا يا أبو سلطان على هذا الأداء للهدة. المركز الثاني كان من نصيب حيلة من وصلت على المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. تهانينا وناموس وتسع دقائق 15 ثانية، جزء واحد من الثانية، والتوقيت الزمني الذي سجل مع أيضا حيلة بهذا الأداء. بينما ثالث مراكزنا كانت النصيبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المتعب محمد بن سعيد بن مروشد، 9 دقائق 15 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين.